اليوم كاين واحد العدد ديال الملفات اللي هي مطروحه امام القضاء ومتعلقه حتى بمسؤولين سياسيين اللي هما موجودين في البرلمان ولا موجودين حتى في الحكومه، ربما غادي تبان بعض الامور، ولا في المجالس الجهويه ولا المحليه. يعني السيده العدوي اللي هي الرئيسه ديال المجلس الاعلى للحسابات بينت بانه واحد على الاقل واحد 18 ديال الملفات اللي هي كبيره مطروحه امام القضاء، وكنظن بانه الى جينا نبحثوا ونحققوا وندقوا غادي نلقاو ملفات اكثر واكثر. علاش؟ لانه السياسه في البلاد مرتبطه بالفساد، وانه الناس اللي كيدخلوا السياسه كيف كنقولوا باللغه ديال موليير اللغه الفرنسيه، faire de la politique c'est servir et non pas se servir. هاد الناس ديالنا كيعرفوا غير سو سيرفير، كيدخلوا يعملوا جيابهم والضيعات والاراضي ولادهم ويعني والمحيط ديالهم. تنظن الملف ديال رئيس ديال المنسق ديال لجنه ديال العدل وديال القانون، واللي احنا تفاجئنا انا بعد ما صوتش تماما، لانه كنعرف بانه التصويت مهم، ولكن ما غنصوتش انا ما نشاركش واحد المهزله. ها هو اليوم الثقل، ها هو وراء القضبان، وهادشي راه كنا عارفينه جاي. حنا عندنا واحد الناس مجموعين كثار كيديروا السياسه بداك المنطق القديم ديال القايد عيسى بن عمر وداكشي كله الاستبداد، وكيظلم الناس وكياخذ الاراضي وكيستولى، ملي كيكون رئيس جماعه كيسحب ديك الجماعه غادي يحفظها للرسول ولادو. وانا تنظن بانه خصنا اننا نفعلوا المبدا اللي جا في الدستور ديال ربط المسؤوليه بالمساءله، باش نرجعوا الثقه للشباب، باش غدا نلقاو شباب اللي هو متعلم مثقف نزيه باغي يخدم البلاد ديالو، يتشجع باش هو اللي غيدخل السياسه، ونطوي واحد الصفحه ديال الماضي الاليم ديال واحد العائلات بذاتها اللي تغنات على ظهور المغاربه وفقرات المغاربه وجهلات المغاربه وخرجتهم على عقلهم، كيقيلوا يدوروا في المحاكم ولكن حيت عندهم النفوذ وكيستغلوا النفوذ ديالهم الزبونيه ديالهم والوسائط ديالهم قهروا عباد الله. ولهذا هذا الملف ما خصوش يكون وحيد اللي مطروح اليوم، خاص كل الملفات ديال الاجرام السياسي والاقتصادي خاصها تقدم امام القضاء، وراه الناس عارفها، وخصنا باش نتهناو من هذا الفساد اللي هو كينخر الجسم ديال البلاد ديالنا وكيحرمنا من التنميه اللي كتستحقها كل جهات الوطن اللي هي مهمشه. وباقي اليوم كنتسائلوا كيف يعقل شباب طالب بالطريق ومستشفى تعطيه 20 سنه، وهاد الناس اللي سرق 17 مليار حتى ملي كيدخلوه للحبس كيقول لك خاصو يخلص 50 مليون ويدوز، لا لا، خاصو بعدا يتم استصدار كل ممتلكات ديالو ديال مراته ديال ولادو ديال عائلته، يرجع لنا 14 مليار، رجع 17 مليار، يرجع داك 113 مليار ديال التعاضد ديال هذاك السيد اللي قال لك سرقها. ولهذا حنا نطالب يعني باستقامه ونزاهه واستقلال القضاء، باش يبت هذا الشيء، اللي دا شي حاجه يديها يرجعها كامله، ماشي يخلص شي حاجه ويمشي ينعس في الحبس ومن بعد يخرج يتمتع، هذا الشيء راه ما كاينش، خاصو حتى هو ينتهي، لان ماشي هذا هو المحاسبه اللي حنا بغيناها. ولهذا هذا طريق، وتنظن بان المغاربه استبشروا خيرا، ولكن المغاربه ناس طيبين. في الحقيقه ما خصك تستبشر خيرا حتى تشوف كل المفسدين وراء القضبان، وتشوف الشباب ديال الريف، وتشوف المدونين والصحفيين خارجين كيتمتعوا بالحريه ديالهم، هذاك هو يعني العدل اللي بغينا. وراه اعتقلوا الناس قبل منهم وطلقوهم في الطريق وما حاسبوهمش، كيف قلت لك اللي دا 20 مليار كيخلص 4 دريال ويخرجوا، هذا الشيء راه ما خصوش يكون. احنا ما خصناش شي محاكمات سوريه، خصنا محاكمات حقيقيه، وانه اذا تبوت، احنا ما عندناش الدلائل، اذا تبوت في حق هاد الناس اجرام وتبديد الاموال العموميه خصهم يؤديوا الفاتوره كامله، باش تكون عبره لمن اراد ان يعتبر. وهذا من المداخل اللي بغينا نرجعوا بها الثقه المغاربه باش يمارسوا السياسه، لان السياسه وتدبير الشان العام خصو يكونوا فيه ناس اللي هما نزهاء وشرفاء، وناس اللي قادرين يتواضعوا باش يدوروا بهم الخبراء المغاربه يعاونوهم باش يلقاو حلول للمشاكل الكثيره.